الشارع المحاذي له، التفت يمينا ويسارا، ثم عرج نحو الزقاق القريب الذي يشق فسحته الضيقة وراء البيوت. أرهف سمعه ليلتقط أي حركة غريبة مجاورة، وأخذ يراقب موطئ قدمه لئلا يدهس غصن شجرة أو حشائش جافة. كانت حواسه محتدمة فطنة، والرياح عتية قاسية ترج جذوع الأشجار. فجأة يعلو صفيرها القادم من الجهة الأخرى، وكلما نفحه الهواء البارد تذكر مشاوير مماثلة في صباه نحو المكتبة الصغيرة في أطراف المنطقة. كيف تستحيل الأوضاع إلى خراب في زمن وجيز؟ رواية تحكي عن شخص يعمل في جهاز رقابة الكتب، وهي في رواية اسمها إدارة المدونات المنشورة، وأيضا الشخصية تدعى المدقق، أو وظيفته هو مدقق وليس مراقب. في أحد الأيام يضطر أن يمنع رواية لروائي هو يحبه، يعني مفضل عنده، ويسعى في البداية أن يلتقي بهذا الروائي حتى يعني يعطي الملاحظات اللي المفترض أن يشتغل عليها حتى تنجو رواية. لكن هذا الروائي يرفض هذا، لأن هناك كلمة وحيدة هو يعترض عليها، بسببها الرواية منعت. من هذا الحدث البسيط تبدأ تنطلق أحداث كثيرة. الفكرة بالنسبة لي يعني بدأت من خلال أحد الأصدقاء، هو صديق مبدع قد يبدو معروفا يمكن عند العامة من الناس، لكن شخصيا أنا أدري أنه كاتب مبدع وصدر عملين روائيين، لكن هو ما أعطانا لنفس الفرصة للاستمرار. العجيب والمفارق أن هذا صديق هو يعمل في جهاز الرقابة، وهنا يعني كانت الشعلة الأولى لطلاقة أو فكرة هذه الرواية. الرواية ذات طابع ديستوبي كذلك، يعني ديستوبيا تخبرنا دائما عن المستقبل السوداوي القريب، وبالتالي هي تكون أشبه بالنذير أو النافذة التي نطالع من خلالها ماذا سيحدث لو حدث كذا. حاولت أن أعامل الرواية كونها ديستوبيا معاصرة واقعية نعيشها الآن وليست في المستقبل القريب. الروائي دائما يحب أن يطرح الأسئلة، ويحب أن يفترض أيضا، يعني يسأل ماذا لو. انتبه فجأة أنه وصل إلى حافة المنطقة، جزء مهمل رملي يتوسطه برج كهربائي. عهده في هذا المكان يعود إلى طفولته، في وقت ما كان يقود دراجته الهوائية بين الأزقة حتى يصل إلى هذه المحطة حيث موعد التقاء الأصدقاء. ثم رأى مربعا اسمنتيا أسفل قدميه يحوط غطاء فولاذيا سميكا. استطاع بصعوبة بالغة بعد 3 محاولات بالتمام أن يرفعه من مكانه، حتى شعر بألم شديد في كتفه اليمنى، لكنه دون أن يبدد المزيد من الوقت تمسك بكتابه وقفز إلى الداخل المعتم.